تحت رعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، جرى مراسم إحياء ذكرى يوم الشهيد بالحرس الملكي بقوة دفاع البحرين، وذلك بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وبهذه المناسبة وجه سمو قائد الحرس الملكي تحية إجلال وإكبار وتقدير وفخر إلى شهداء الواجب الوطني من أبناء الوطن البررة على ما قدموه من تضحيات نبيلة وعطاء وفداء في سبيل أداء الواجب الوطني المقدس لنصرة الحق. وأكد سمو قائد الحرس الملكي أن في هذا اليوم إخوة لنا ممن لحقوا في ركب من سبقوهم ونالوا شرف الشهادة في سبيل الله وانضموا إلى كوكبة شهداء البحرين الأبرار منذ عهد الآباء والأجداد للذود عن الدين والوطن ونصرة للأشقاء، وسطروا في ذاكرة الوطن تاريخا حافلا مشرفا بالوفاء يسمو بمعاني الرجولة والتضحية بأرواحهم ودمائهم الزكية الطاهرة. ونقف اليوم وفاء لهم وتخليدا للأمجاد الشهامة والتآخي والبطولة والإقدام، وننحني احتراما لكل شهدائنا والذين هم في أعلى منزلة وعند ربهم يرزقون. وبهذه الذكرى العزيزة نرفع إلى قائد المسيرة المظفرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهد البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أسمى معاني الولاء والانتماء، والذي بعد الله جل جلاله نستمد منه الإرادة والعزيمة والتحدي. سلام سيدي قائد الحرس الملكي، سلام. قف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، إخواني الضباط، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم الذي نستذكر فيه أرواح كوكبة من شهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم الطاهرة فداء لهذا الوطن العزيز وتضحية في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وليبلغ منزلة عند الله هي من أعلى المنازل. سيدي خير ما نبدأ فيه حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الجندي أول أفضل عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. والآن دقيقة صمت على أرواح الشهداء. والآن الدعاء على أرواح الشهداء مع العميد الدكتور محمد بوجندل. لا إله إلا الله الحليم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأراضين، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ يا مولانا مليكنا، اللهم احفظه بحفظك واكلأه برعايتك، اللهم وألبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم واجعله من طال عمره وحسن عمله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الأمن في ربوعنا والسلامة من حظنا، اللهم اجعل الأمن في ربوعنا
والسلامة من حظنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنا وعنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم اجعلهم في عليين، اللهم ابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني ضباط صف ومنتسبي قوة الدفاع مملكة البحرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهنيكم بالأعياد الوطنية، وأهنيكم بفرحتنا واعتزازنا بشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله دفاعاً عن الدين وعن الحق وعن الوطن. أكبر شرف لنا يا رجال أن يكون هذا عزانا، اللي يبغي يكون عزاه بهذه الطريقة فهذا هو الجندي المخلص. كلنا اليوم نتمنى أن أسماءنا على هذه الصروح، ما نتمنى اسمنا على شواهد قبورنا، نبغي أسامينا تخلد للذكرى، نبغي ننحت أسماءنا لتاريخ مملكة البحرين، نبغي تروح أرواحنا فداء لنصرة الدين والحق وفداء الوطن في خدمة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسيدي سمو ولي العهد وقيادتنا الرشيدة. فيا أخوان، هذه اليوم يوم فرحة، يوم اعتزاز ويوم فخر، وأتشرف شخصياً بأن يكون بينكم يا أبطال هذا البلد. ومرة أخرى أحب أني أبارك لكم هذه الأعياد وهذه المناسبة، وعسى الله يعود عليكم بالصحة والمسرات والعافية، وشكراً.